بسم الله الرحمن الرحيم. رقم 13، أوجد ميل المستقيم العمودي على المستقيم المار بالنقطتين 3 وسالب 2 فاصلة 5 1. أول حاجة نجيب ميل المستقيم، وبعدين نجيب ميل العمودي على المستقيم. يبقى أول حاجة ميل المستقيم المعطى فرق السادات على فرق السينات، هنغيره إشارة نقطة فيهم، ولتكن الأولى تبقى سالب 3 وموجب 2، يبقى 1 زائد 2 على 5 ناقص 3. واحد زائد اتنين فيها التلاتة على خمسة ناقص اتنين فيها الاتنين. عايزين ميل العمودي، أول حاجة نغيره الإشارة ونشقلبه. الإشارة موجب تبقى سالب، نشقلبه يبقى سالب اتنين على تلاتة، يبقى ميل المستقيم المطلوب بتساوي، نغير الإشارة، الإشارة موجب تبقى سالب، نشقلب البسط مقام والمقام بسط، يبقى سالب اتنين على تلاتة. رقم 14، في الشكل المقابل أوجد رقم ألف ميل الخط المستقيم. علشان نجيب ميل الخط المستقيم نحدده نقطتين عليه ونجيبه فرق السادات على فرق السينات. أول نقطة اللي هي النقطة ديت اللي هي صفر وتلاتة، تاني نقطة اللي هي ديت اللي هي أربعة وخمسة. يبقى أول حاجة نحدده نقطتين، أول نقطة قلنا عليها الصفر والتلاتة فاصلة، تاني نقطة حددناها اللي هي أربعة وخمسة. رقم ألف عايز الميل هتساوي فرق السادات على فرق السينات، نغير إشارة نقطة فيهم ولتكن النقطة التانية تبقى سالب أربعة وسالب خمسة. نعمله الصادات، يبقى تلاتة ناقص خمسة في البسط على صفر ناقص اتنين في المقام، صفر ناقص أربعة في المقام، يبقى تلاتة ناقص خمسة في البسط والصفر ناقص أربعة في المقام تساوي تلاتة ناقص خمسة فيها السالب اتنين على صفر سالب أربعة فيها السالب أربعة، سالب على السالب فيها الموجب تروح على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الاتنين، يبقى الميل هتساوي نص. رقم ب، طول الجزء المقطوع من محور الصادات اللي هو جيم. طبعا طول الجزء المقطوع من محور الصادات هنا نلاقيه تلات وحدات في الاتجاه الموجب، يبقى رقم ب طول الجزء المقطوع من محور الصادات، لسه جايلين تلات وحدات في الاتجاه الموجب، يبقى ج بتساوي تلاتة. رقم ج، معدل الخط المستقيم بمعلومية ميم وجيم. ميم لسه جايبينها نص وجيم لسه جايبينها تلاتة. احنا عندنا معدل الخط المستقيم اللي هي ص بتساوي ميم س زائد ج، دي بمعلومية الميل وطول الجزء المقطوع من محور الصادات، يبقى ص بتساوي نشيله ميم ونحط نص تبقى نص س زائد جيم، نشيله موجب جيم ونحطه موجب تلاتة يبقى نص س موجب تلاتة، موجب
نشيل الجيم ونحطه 3. صاد بتساوي ميم سين زائد جيم، نشيله ميم ونحطه نص، ونشيله جيم ونحطه 3، يبقى صاد بتساوي نص سين موجب 3. رقم د طول الجزء المقطوع من محور السينات. علشان نجيب طول الجزء المقطوع من محور السينات هنحط ص بصفر، يبقى عندما ص بتساوي صفر هنشيل ص ونحط صفر، يبقى صفر بتساوي نص س زائد 3 موجب 3، تروح الناحية التانية بعكس الإشارة سالب 3، يبقى سالب 3 بتساوي نص س. نضربه في المعكوس الضرب النص اللي هو 2، بيبقى بالضرب في 2 للطرفين، يبقى سالب هنضربه 2 في سالب 3 بتساوي 2 في نص س. 2 في سالب 3 في سالب 6، واتنين في نص س الاتنين تروح مع النص لان فيها الواحد يبقى س، يبقى اذا س بتساوي سالب 6. يبقى نقطة التقاطع مع محور السينات اللي هي سالب 6 وصفر، نقطة تقاطع المستقيم مع محور السينات سالب 6 وصفر، هو عايز طول الجزء المقطوع، هيبقى طول الجزء المقطوع 6 وحدات في الاتجاه السالب، يبقى إذن طول الجزء المقطوع من محور السينات هو 6 وحدات في الاتجاه السالب لأن السين طلع بسالب 6. مساحة المثلث المحدد بالخط المستقيم والجزئين المقطوعين من محوري الإحداثيات، طبعا لسه قايلين طول الجزء المقطوع من محور الصادات 3 وحدات، وطول الجزء المقطوع من محور السينات 6 وحدات، يبقى عبارة عن المثلث قائم الزاوية طول الضلعي القائمة 3 وحدات و6 وحدات، يبقى رقم ايه؟ مساحة المثلث المحدد بالخط المستقيم والجزئين المقطوعين من محوري الإحداثيات 7، هيدينا مثلث قائم الزاوية طول الجزء المقطوع من محور الصادات 3 وحدات، وطول الجزء المقطوع من محور السينات 6 وحدات. احنا عارفين ان مساحة المثلث القائم الزاوية نص طول القاعدة في الارتفاع، يبقى نص في القاعدة اللي هي طول الجزء المقطوع من محور السينات اللي هو 6 في الارتفاع اللي هو طول الجزء المقطوع من محور الصادات اللي هو 3 بتساوي 3 في 6 ب18 على 2، 18 على 2 فيها 9، يبقى مساحة المثلث 9 وحدات مربعة، وحدات طول مربعة.